السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي برنامج بعد الماتش. النهارده احنا معاكم في حلقه جديده. الدوري متوقف وطبعا هنتكلم في موضوعات مهمه وهنتكلم في موضوعات موجوده في الراي العام، هنسيرها مع بعض، هندردش مع بعض فيها. بس في البدايه لو لسه ما اشتركتش في القناه فاكيد هيسعدنا اشتراكك في القناه، ولو لسه ما فعلت زر الجرس اكيد هيسعدنا انك تفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديده باستمرار. ولو عجبك الفيديو في نهايه الفيديو اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. النهارده احنا هنتكلم في موضوع مهم جدا كنا اثرناه الحلقه اللي فاتت، وهي يعني صفقه الموسم او الصفقات، اهم صفقات في الموسم، وكنت اتكلمت عليها في الحلقه اللي فاتت لو ترجعوا لها، وهي المحافظه على القوام الرئيسي للفريق، وهي المحافظه على كارتيرون، وهي المحافظه على نجوم الفريق وعلى العمود الفقري للفريق. امبارح عرفنا خبر حلو من قناة نادي الزمالك بالتجديد لمحمود علاء، احد اهم ركائز الفريق. محمود علاء هو يعتبر ضلع من الاضلاع المهمة جدا للفريق. محمود علاء هو خلاص راضينا ام ابينا، هو الراجل المدافع الهداف التاريخي في تاريخ نادي الزمالك. هو اكتر مدافع في تاريخ نادي الزمالك احرز اهداف، عدى الكابتن ابراهيم يوسف رحمه الله عليه وعدى الكابتن اشرف قاسم. فمحمود علاء خلاص بقى الهداف التاريخي لنادي الزمالك، ودي حركه ذكيه جدا منه، لان خلاص محمود علاء يعني جدد امبارح 5 سنين مع المستشار مرتضى منصور. فخلاص محمود علاء خلاص موجود في الزمالك لغايه حاجه و30 سنه، فخلاص يا اما هيبطل في الزمالك يا اما ممكن يطلع سنه اعاره للخليج او حاجه ويرجع تاني. بس في جميع الاحوال انت خلاص احتفظت بأحد أهم ركائز الفريق بتاعتك، ودي خطوة كويسة جدا، دي خطوة ذكية جدا من المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، وخطوة برضو ذكية جدا من محمود علاء، لأن محمود علاء الزمالك أضاف له كتير جدا، وفي نفس الوقت محمود علاء أضاف للزمالك قوة وصلابة، ويعني في خط الدفاع طبعا مع الونش المتألق الفترة دي. واحنا طبعا في انتظار المزيد، يعني في انتظار طبعا احنا اطمننا على طارق حامد السنة اللي فاتت، أعتقد هيجي دور فرجاني ساسي، اعتقد هيجي دور مصطفى محمد، اعتقد هيجي دور بقى الونش اللي ماشي كويس جدا ابو جبل ان احنا نحافظ عليه، محمد عبد الشافي لو اديته كمان سنه، حازم امام الراجل بيلعب وهو مصاب وقد تاخيره راجل، وحتى لما يبقى فيه ماتشات هو الراجل غصب عنه. فحازم امام راجل، حازم امام اللعيبه الرجاله مش بيتخاذل. اعتقد انك لما تحافظ على قوام الفريق بتاعك، زيزو لو تقدر، لو زيزو الفترة اللي جاية الدنيا مشت كويس معاه وتألق ودى النادي وي وي وي، زيزو يحتاج ان عقده يتعدل. اعتقد انك لما تحافظ على قوام الفريق ده هيديك قوة وصلابة، واعتقد ان رئيس النادي اتعلم الدرس، ما بقاش يبيع نص الفرقة ويشتري نص الفرقة من جديد. اعتقد انك تحافظ على قوام الفريق، خلاص انت عشان تجيب لعيبة تاني وتقعد تعلمها، وتقعد بقى ان يبقى لعيب بطولات، ان لعيب يلعب تحت ضغط الجمهور، ان لعيب يشوف بال120 الف موجودين في الاستاد ويلعب ويأدي، ده مش من فراغ، ده انت هتقعد تربي بالثلاث والاربع سنين. طب انا ليه اربي وانا اصلا نادي بلعب على بطولات، وانا عندي خلاص اللعيبه بتاعتي اللي هي اوريدي موجوده في الفرقه وخدت بطولات ولعبت بقى في المغرب وفي الجزائر وفي تونس وخدت خبرات ولعبت قدام جمهور بتاع المغرب والجزائر وتونس، الجمهور الشرس جدا، وراحوا ادغال افريقيا لعبوا، وراحوا يعني خدوا تمرس بقى في القاره الافريقيه، فخلاص وانسجموا مع بعض. حته الانسجام دي مش سهله، بالاضافه وعلى راس القائمه مستر كارتيرون. اعتقد ان المستشار مرتضى منصور من دلوقتي المفروض ان هو يبدا بقى يجدد عقد كارتيرون، ويبدا يتفاوض مع الراجل ان الراجل ده يبقى موجود لمده سنتين جايين مش سنه واحده. الراجل ده مدرب كويس جدا، الراجل ده فاهم قوي، قليل لما تلاقي مدرب كوره مدير فني فاهم قوي في الشق البدني. بنشوف مدربين كتير بيجيبوا معاهم مدرب احمال، انما الراجل ده فعلا فاهم في الشق البدني، والاداره كلمته اكتر من مره قال لهم محدش يكلمني انا فاهم في موضوع الاحمال ده كويس قوي. وفعلا شفنا الزمالك في ماتش الترجي الاخير اللي كان في استاد رادس، شفنا الزمالك بسم الله ما شاء الله واقف على رجله بينقل كوره، طبعا الفيديو الشهير اللي الناس بتتداوله على السوشيال ميديا،
فرقه واقفه على رجلها، الترجي واقع في ملعبه وفي وسط ملعب رادس، وانت بتنقل الكوره اكنك بتلعب في استاد القاهره ولا في استاد بتروسبورت. فدي حاجه تحسب للمدرب، لازم الراجل ده يكون معانا الفتره اللي جايه، لازم نحافظ على قوام الفريق. واعتقد بثلاث اربع لعيبه في الاماكن اللي انت محتاجهم، اعتقد انك السنه الجايه باللعيبه الخبرات باللعيبه الجديده، واحد زي احمد عيد ناشئ، احمد ابو الفتوح راجع لك ان شاء الله السنه اللي جايه، هيبقى مع عبد الشافي ومع عبد الله جمعه، اعتقد لما تحافظ على قوام الفريق ده هيديك قوه وصلابه وخبرات كبيره قوي 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 انت محتاجها في البطولات المتنوعه اللي انت داخل فيها. الحاجه برضو اللي انا نفسي المستشار مرتضى منصور يحافظ عليها، انا سامع كلام عواد وعايز يمشي، اتمنى ان عواد يكمل، عواد اصغر اللعيب، عواد اصغر من ابو جبل، وعواد اصغر من جنش، فاعتقد ان عواد هيبقى ليه دور، ممكن يطلع اعاره محمد صبحي، دي وجهه نظري، محمد صبحي الحارس الرابع يطلع اعاره لاحد الانديه يلعب اساسي، يكتسب خبرات بجانب المنتخب الاولمبي، عشان الراجل ده هيفضل قاعد احتياطي لثلاث حراس كبار، اعتقد هيفقد فرصته في انه يلعب ويكون الحارس الاساسي للمنتخب الاولمبي. فاعتقد لو طلعت محمد صبحي وديته اعاره لاحد الانديه بس بشرط انه يلعب اساسي، الراجل ده لو لعب اساسي هيبقى هيفرق جدا معاك، زي مصطفى محمد، مصطفى محمد انت وديته طنطا وبعد كده اعتقد راح الجيش او اعتقد يعني الجيش وطنطا، فمصطفى محمد شوف بسم الله ما شاء الله خد خبرات برضه في الدوري وراجع لك عامل ازاي، نفس الكلام ده لو اتعامل مع محمد صبحي هتضمن مكانه للمنتخب الاولمبي ويفضل الراجل حارس اساسي للمنتخب الاولمبي، وفي نفس الوقت انت بتثقل محمد صبحي وبتعده بشكل كويس، وكتر اللعب وكتر المباريات وكتر الخبرات اعتقد انه هيعمل من محمد صبحي حارس المستقبل للزمالك. عواد، ابو جبل، جنش، اعتقد الثلاثه هيبقوا موجودين مع بعض، الثلاثه كمان ضاغطين على بعض، كل واحد فيهم عارف ان في اتنين نجوم قاعدين بره، فهتفضل المنافسه حلوه وهيفضل الغيره الحلوه ما بينهم، ده عايز يلعب، ده عارف ان لو بيلعب في ماتش وما كانش قد كده في اتنين اسدين بره قاعدين له، ده هيفضل اللعيب بيتمرن كويس، هيفضل مركز طول ال 90 دقيقه، ده كله اللي بيستفيد منه نادي الزمالك في الاخر. فاحتفظ بالثلاث حراس بتوعك، احتفظ بخط الدفاع بتاعك، احتفظ بالنجوم بتوعك، فرجاني ساسي رغم انه السنه دي عمل يعني موسم سيء جدا، بس انا اتمنى نجدد لفرجاني ساسي، فرجاني ساسي لعيب كبير ولما بيفوق يعني انت بقى بتتفرج على حازم امام، بقى انت بتتفرج على حاجات البينيات، الحاجات اللي بتتعمل دي، لا فرجاني ساسي مايسترو، بس هو السنه دي مش فرجاني ساسي المايسترو اللي احنا عارفينه. خطوه كويسه، خطوه موفقه من المستشار مرتضى منصور ومجلس الاداره والمشرف العام على الكوره، لما الراجل بيعمل حاجه حلوه بنطلع نقول الراجل عمل حاجه حلوه، لما الراجل بيعمل حاجه مش كويسه بنطلع نقول الراجل عمل حاجه مش كويسه، وده يعني حق ربنا لازم يتقال في الحلو وفي الوحش، وان شاء الله ما يبقاش فيه وحش، وان شاء الله الدنيا ماشيه كويس، وانا حاسس ان الاداره بتاعت الزمالك اتعلمت من اخطاء الماضي ومش بتكررها الفتره الحاليه. احنا وصلنا لنهايه الحلقه، ويا رب كل الخير لنادي الزمالك، يا رب دايما نسمع اخبار حلوه عن نادي الزمالك، بس في النهايه احنا خلاص خلصنا، لو حضرتك زملكاوي وليك رغبة في الاشتراك في القناة فأكيد ده هيساعدنا، لو مشترك وما فعلتش زر الجرس فعله عشان توصلك الفيديوهات الجديدة، عشان هنتقابل الفترة اللي جاية هندردش في شوية حاجات مهمة تخص نادي الزمالك وأخبار نادي الزمالك، ولو الفيديو عجبك في نهاية الفيديو أكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. أشوفكم على خير إن شاء الله بإذن الله، والسلام عليكم.